حاجات جميلة جدا. معانا الفنان مجدي باطا، فنان النوبة الكبير، عايز تحية ليه؟ لسه ما اتشطع دلوقتي، احنا مخلينه عشان احنا عارفين ان الناس بتسمعه وبتعشقه والكلام ده، لكن خلينا برضو ما نطلعش بعيد عن الاحتفال دلوقتي. عايزين نسمع كلمة من صاحب علامة النصر المقاتل محمد طه يعقوب. لا عايز اسيبها جنبك. السلام عليكم. كله يرفع علامة النصر. ايوه كده، اديهم صورة بعلامة النصر كده. على فكرة علامة النصر دي لها قصة، وانا احب الكل يسمعها لانها قصة جميلة جدا جدا. ما ترفعتش كده اي كلام. قصة علامة النصر، كان تاني يوم في حرب اكتوبر اللي هو يوم 7 بين العصر والمغرب كده، غارة جوية صاروخ منها نزل علينا. فانتوا عارفين ان الصاروخ لما بينزل بيطلع شظايا، الشظايا دي بتبقى حامية جدا زي السكين. فشظايا جت انتوا الصف ده اسمعوا، مش عاوز كلام كتير. شظايا نزلت وقطعت رجلي الزميل ليا، فكان المفروض ان حد يشيله ويرجع بيه 3 كيلو لخط القناه ويعدي بيه قناه السويس عشان يتعالج، لانه لو فضل معانا هينزف ويموت. فانا كنت المتطوع ان اشيله وابدا في وسط الضرب والغاره ان انا اشيله وارجع بيه 3 كيلو. وطبعا في وسط الضرب كل ما يكون الطيران بيضرب اخده وادخل في اي ساتر على بال ما الطيران يبعد عننا. وطبعا من النزيف كان شبه جثة، هو فاقد الوعي خالص. وبدأت أعدي بقناة السويس، وطبعا قناة السويس كانت في حرب أكتوبر اللي هي بعد 67 كانت لا تصلح للسباحة خالص، سفن غرقانة فيها وشعب مرجانية، فكان صعب السباحة فيها. لكن ربنا كان معايا علشان انا بنقذ زميلي، وبدات اعوم في قناه السويس واسبح بيه لغايه لما وصلت الغرب القناه. شافني مراسل صحفي وقال لي عاوز اصورك. قلت له طب نمشي كده كيلو. كانوا الجماعه او قوات بتوع المهندسين اللي منهم البطل اسماعيل بيومي طاهر خط برلين، كانوا عملوا كباري بقى في الوقت ده. احنا دخلنا الحرب وما كانش فيه كباري، لكن هم في وسط الضرب كانوا بيسمعوا لنا معابر. قلت للمراسل الحربي تعالى نوصل لغايه المعبر وهناك صورني اكون شفت. وفعلا وصلنا على المعبر وقال لي اعمل اي حركه كده. انا على طول جت في بالي احنا تاني يوم الحرب والعالم كله ما يعرفش عننا حاجه، فانا لازم ابشرهم بان المصريين منتصرين. قمت رافع العلامه دي
العلامة دي عبارة عن إيه؟ خليج السويس وخليج العقبة، والاثنين بيحتضنوا سيناء. فأنا كنت متعمد إن أنا أقول للعالم كله، عشان أنا عارف إن دي كانت أول صورة في حرب أكتوبر، والحمد لله خدتها وسائل الإعلام والصحف العالمية ولفت العالم كله وإحنا لسه بنحارب. قال لك المصريين انتصروا، وأنا بقول لهم إحنا سينا بقت في إيدينا والمصريين انتصروا. دي كانت قصة علامة المصري. اللي قصص كثيرة وطبعاً مفيش وقت، لكن كل احتفال هيعملوه هنيجي نقول قصة عن حرب أكتوبر. شكراً. احنا خدنا وعد اهو إن شاء الله كل احتفال يبقى ومعانا. دلوقتي معانا، انتوا حضرتوا في 73 جاي تحضروا أنا كمان. طبعا وبرضو بدي تحية للمقدم فتحي برضو من مقاتلين حرب اكتوبر، بدي تحية برضو الناس اللي جايين كتار، احنا لسه لحد النهاردة بنفخر بيكم جميعا بإذن الله.